هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص اشترى بعض الآلات لكي يقوم ببيعها، فيسأل عن زكاة هذه الآلات، هل فيها زكاة؟ وإذا كان فيها زكاة هل يخرجها على السعر الذي اشترى به هذه الآلات؟ الآلات أو غير الآلات، كل ما يريده الإنسان للبيع والشراء يكون من عروض التجارة. من عروض التجارة إذا حال الحول على قيمته التي اشتراه بها فإنه يخرج زكاته، وذلك بأن يقومه على رأس الحول بما يساوي، سواء كان ذلك مثل الثمن أو أكثر أو أقل الذي اشترى به. لا يزكيها حسب ما اشتراها به، وإنما يزكيها حسب ما تساوي على رأس الحول، قل أو كثر. نعم.